الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بهدم الكعبة، هكذا وضع الإمام البخاري عنوان هذا الباب في ترجمة يقول فيها باب بهدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة زسويقتين من الحبشة. فيه إخبار بغزو جيش الكعبة، وأن هذا الجيش الذي يذهب لغزو الكعبة يخسف بهم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كأني به أسود. أسود يصح أن تكون مبتدأ فهي مرفوعة يقلعها خبر، أو أسود بالنصب على الذم أو الاختصاص أخص، ومعنى أفحج وهو الذي تتقارب صدور قدميه وتتباعد عقباه العقبين. وقال الخطابي: البعيد ما بين الرجلين. بعيد ما بين الرجلين، وهذا من نعوت الحبشان، يعني من أوصاف الحبشة. وقد سبق في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس بها قوامهم وحياتهم. وفي هذا دلالة على هدم الكعبة وخرابها في آخر الزمان، وهو كما سبق أن قلنا كناية عن خراب الدنيا وانتهائها. فالحديث يوضح بأن هدم الكعبة يكون في آخر الزمان، حيث يغزوها جيش وتكون نهايته الخسف، يخسف بهذا الجيش، وأن الذي يخربها من الحبشة هو ذو السويقتين، أي ذو الساقين الضعيفين. وهذا الضعف عرف من التعبير بالتصغير،
لأن تصغير الساق سويق، وأضيفت الهاء للتأنيث فقيل السويقة، وجمع على السويقتين. ففيه هذا الحديث إخبار بما يحدث قبيل ظهور علامات الساعة الكبرى وقبيل قيام القيامة، وذلك بهدم الكعبة وبتوجه جيش لغزوها، وأن الله يخسف به. الكعبة بيت الله، فكيف يمكن من هذا الذي يحدث؟ إنه حرم الله الآمن، نعم، ولكن رب العزة أراد وله ما يريد أن ينتهي هذا قرب قيام الساعة. وفي هذا دلالة على هدم الكعبة وخرابها في آخر الزمان، وهو كناية عن خراب الدنيا وانتهائها. وهذا يحمل مدلولا أن بقاء الدنيا ببقاء الكعبة، وأن نهايتها بنهايتها. فيستنبط من هذا أن هدم الكعبة إنما يكون في آخر الزمان، حيث يغزوها جيش فيخسف به، وأن الذين يخربونها من الحبشة، وأن القائم بذلك هو ذو السويقتين، أي صاحب الساقين الضعيفين. وللكعبة مكانتها ومنزلتها وأهميتها، وهي بيت الله، وهي الحرم الآمن، وهي محفوظة إلى يوم القيامة إلى أن يشاء الله، وكل شيء بإرادته سبحانه، كناية عن أن بقاء الدنيا ببقائها، وأن نهاية الدنيا بانتهائها. ثم أورد حديث ما ذكر في الحجر الأسود، وقال باب ما ذكر في الحجر الأسود، قال حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك يستحب تقبيل الحجر الأسود إن أمكن ذلك، فإن منع مانع كالزحام فيكتفى باستلامه باليد، فإن منع مانع من الزحام حتى من الاستلام أشار إليه بيده وقبله. ولطالما كان ينصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا عمر إنك قوي فلا تزاحم عند الحجر، إن وجدت فرصة فاستلمه وإلا فأشر إليه. فلا يستحب التزاحم عند الحجر الأسود رغبة تقبيله أو استلامه. ومن الأمور المطلوبة من ضيوف الرحمن ومن الحجاج والمعتمرين ألا يتضرر بعضهم من بعض في هذه العبادة، خاصة كبار السن والضعفاء والمرضى. فعلى الإنسان أن يكون رفيقا عندما يستلم الحجر الأسود. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
لما قبل الحجر الأسود وقال ذلك لأنه يعلم ما وراءه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الركن الأسود، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي، أي أن هذا الحديث الذي رواه الترمذي يبين لنا أن هذا الحجر نزل من الجنة، وأنه حين نزل كان أشد بياضا من اللبن. لما قيل له إذن الأسود ولم اسود؟ قال: فسودته خطايا بني آدم، كما روى الترمذي. جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الحجر الأسود فقبله. هذا حجر، فلماذا قبله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ إنه قبله لا لأنه حجر، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله، ففعل ذلك اقتداء برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قبل سيدنا عمر بن الخطاب الحجر الأسود اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. لماذا قال ذلك؟ لا تضر ولا تنفع، خوفا من أن يفتن به بعض الناس، وبعض من هم قريب عهد بالإسلام، الذين دخلوا الإسلام قريبا، يخشى عليهم أن يظن أن في هذا تقديسا للحجر. قال: لا، هذا ليس تقديسا، هو حجر لا يضر ولا ينفع، وإنما فعل ذلك اقتداء بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: فيه تسليم الحكم وترك طلب العلل. تسليم للحكم، ليس بلازم أن أعرف العلة أو السبب، وحسن الاتباع فيما لم يكشف لنا عن المعنى. ما عرفنا الحكمة من وراء أمر لا نتعلل وننتظر ونتعرف على العلة كما فعل سيدنا عمر. وأمور الشريعة على ضربين: ما كشف عن علته وما لم يكشف، وهذا ليس فيه إلا التسليم، نسلم لله فيما أمر. وذلك في أمور كثيرة غير الحجر الأسود واستلام الحجر والطواف والرمي إلى آخره. هناك لماذا الصبح مثلا نصليها ركعتين والظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ أمور لا يصح أن نتعرف على العلة، ولا ليس بلازم، لابد من التسليم المطلق والإيمان المطلق بالله والتسليم لحكم الله ولما أمر الله. وإنما فضل الحجر على سائر الأحجار كما فضلت تلك البقعة على سائر البقاع، كما فضل يوم عرفة على سائر الأيام. ولذلك قيل: ما أنت يا مكة إلا وادي شرفك الله على البلاد، وليس لهذه الأمور إلا يرجع إليها، وإنما هو حكم الله ومشيئته، لا يسأل عما يفعل. هناك رواية تقول إن سيدنا علي بن أبي طالب لما قال عمر: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، قال: بل يضر وينفع.
قال كيف ذلك؟ قال وذكر خبرا أنه يأتي يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لكل من استلمه بالتوحيد يوم القيامة. فقال له سيدنا عمر لا عدمنا أرضا أنت فيها يا أبا الحسن. يستنبط من هذا الحديث أولا استلام الحجر الأسود واستحباب تقبيله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن علينا التسليم بالحكم وأن نترك طلب العلة في الحكم إذا لم تكن معلومة، تمسكا بالسنة وحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لا نطلب فيما لم يكشف فيها عن علة ولم نعرف العلة والحكمة منه أن نتمسك بالعلة، بل نسلم لأمر الشرع. فيستنبط من هذا الحديث أولا استحباب تقبيل الحجر الأسود اقتداء بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستطع أن يقبله لشدة الزحام اكتفى باستلامه باليد، فإن لم يستطع أن يستلمه باليد لشدة الزحام اكتفى بأن يشير إليه بيده ثم يقبل يده. كما يستنبط من هذا الحديث أن نسلم للشارع وأن نأخذ الحكم بإيمان واقتناع وأن نقوم به دون بحث عن علة من العلل، كما أن فيه فضل مكة وفضل البيت الحرام. اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من زاره ممن شرفه ممن حج واعتمر تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام ووفقنا لأداء حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.